أعزائي الطلاب والسرعة العامة، أهلا وسهلا بكم في سيشن نمبر 3، واللي هيكون النهارده بالعايد جامعة دراية، جامعة الرائدة في صعيد مصر. وهنبدأ بمراجعة الوحدة السبعة تامنة وتسعة. والوحدة السبعة والتامنة والتسعة فيهم فكرة واحدة بس، فكرة رئيسية بس بتتفرق، وهي فكرة الباسيف افكت. ايه الباسيف ده؟ الباسيف ده فكرة رائعة فرنسية هتستمتع بيها معايا النهارده. لان هي بتعني ايه؟ او بتحمل ايه؟ تحمل ايه؟ اعطاء اهميه للشيء عن اخر. يعني انا الانجليزي بتذكر من السبجكت وفيرب اوبجكت. يا اما السبجكت ده ليس امبورتنت، يا اما الاوبجكت ده مور امبورتنت، بعمل انفيرجن قلب. بجيب السبجكت يبقى اوبجكت هو السبجكت والسبجكت هو الاوبجكت. ايه اللي بيحصل بقى؟ عشان انا بس صح هو ده الفعل. دول ما بيتغيروش الصرف والفعل، لكن الفكره في الفعل. في اللغه العربيه بعملها بسهوله، الولد يكتب الدرس، الدرس يكتب، الولد لعب الكوره، الكوره لعبت. لعب ويكتب دي بعملها بالتصور. في اللغه الجامعه والله بوصل نفس المرحله ان شاء الله، بس نمشي خطوه خطوه مع بعضينا ونشوف هتعمل ازاي. فعشان اعمل بس لازم يبقى عندي صرف وفعل اوبجكت، واهم عنصر في الانجلش سنتنس هو الفعل. ده اللي بيحدد زمن خلاص. انا لقيت السبجكت ده ليس امبورتنت، لما قلت ده مور امبورتنت فاضطر ابدا بالاوبجكت، يبقى هو مش سبجكت، والسبجكت يبقى هو اوبجكت. يبقى بيجي من كل عمليه تبتدي وتبتدي في الفيرب. الفيرب زي ما انت شايف عامل زي رقم 7 بالعربي، بيتحول لرقم كام؟ 8. الفيرب نفسه بينزل في التصريف التالي مهما كان الصوت. الفيرب نفسه شوف صوته كان ايه؟ بديل فعل سحر لذيذ اسمه فيرب تو بي. يبقى الناس عندنا الاغنيه وراها اسمه فيرب تو بي زائد بي، فيرب تو بي زائد بي. طيب فيرب تو بي زي ازاي؟ يبقى واخد نفس الصوره بتاعت الفعل الاساسي اللي فوق. قبل المثال المقعد هنبدا ناخد الباسيف وهناخد عليه بونص او هديه كده صغيره او كادو، مراجعه سريعه للازمنه بتاعت الوقت اللي زي. بسم الله. HB teach English every day. ده present simple، عبارة بسيطة، عبارة عن habit. HB teach English every day. طبعاً اللي سامع وقول له صح لغة يقول لي لا تمام، HB بندرس لغة تاني. ليه يا حبيبي؟ هي في حاجة اسمها HB teach master؟ أمال ليه يا حبيبي؟ لا، HB teach يسأل له برافو عليك. برافو عليك أنت. فعلاً ما تعرفش ليش تحط له يس. ما ننساش حد. يبقى البريزنت سيمبل معناه مش بالظبط، بس احنا بنراجع بس بعض الازمنه الصغيره. يبقى اتش بي تيتشز انجلش ايفري داي. لما اتش بي ليس امبورتنت، لما انجلش امبورتنت، لما انت عاوز تعمل بس في اي سبب الاسباب، فبتبدا بانجلش. طيب تيتش هنا بتعمل ايه؟ البريزنت. يبقى فيرب تو بي هنا اس بس، لو باص هيبقى اوبس. طب لو هي جامعه ايه؟ عمليه سهله جدا جدا. طيب والتصريف ده بيتيش طبعا عارفين الجمهور تيتش. يبقى انجلش از تيتش باي انجلش اتش اتش بي كام؟ انجلش از تيتش. واحد برضه في الجمهور يا ريت يا ريت ما درستهاش لغه تاني. ليه يا حبيبي؟ يا مستر في حاجه اسمها فلوس اسمها تيتش. صحيح. فاهم؟ ايفري يوم ليش؟ اوكي فلاش از. يبقى التصريف ده بتاعه ايه؟ تو teach to 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 يبقى اتش بي teaches English every day. English is taught يدرس by اتش بي every day. البريزنت سيمبل خدناه اكتف، البريزنت خدناه باسف. سننتقل الى الباست سيمبل. اتش بي taught English yesterday، صبغت نفسه اهو. اتش بي taught درس طبعا زي بالامس. عاوزين نعمل هو بس بنبدا بانجلش، بنعمل بانجلش. هنا باص يبقى الفعل اللي هينزل بيرد تو بي از روز تمام ووز. والتصريف ده بيرد تو خلاص عرفناه. ايوه. يبقى اتش بي تولد انجلش يسترداي، باص سيمبل عبارة عن حدث تم في الماضي اللي هو عرفنا انت تم، حدث واحد. اتش بي تولد انجلش يسترداي، يبقى انجلش ووز تولد باي اتش بي يسترداي. باص سيمبل اكتبه بس. طيب البريزنت كونتينوس اتش بي از تيتشنج انجلش ناو. والبريزنت كونتينوس بيعبر عن ما يحدث في هذه اللحظه.
يعني عملها خط زمن كده في هي المحضر يعني which he is teaching English now يقوم بدرس اللغة now الآن. طب عاوزين نعمل بس سهلة جدا بس واحد يجيب لها بس طب وخلي بالك هنا كان فعل واحد بس هنا فعل واحد بس هنا فعلين أقول لك ما تجيبش لنفسك الفعل الأولاني زي ما قلت لهم مش عارف ليه زي ما هو أهو ده بيساعد لفوق بيساعد لتحت العب هنا الفعل هنا في اي ان جي الاي ان جي يكون فيرب تو بي بس ما تجيبش نفسها احنا خلاص فعلنا خلاص بتفتح الله يبقى اتش بي از تيتشينج English now. The English is being taught taught by HB now. You don't say that. It's a logic. I mean, logic. How is logic? Okay. HB has good English since 1993. Ah, I'm the present there. HB has good English since 1993. I'm going to read you what I'm going to say. Why? في حاجة اسمها HB. Have. وما ليه يا حبيبي. هم ليه بتقول ها؟ واحد ده مثل لا اتش بي هاز ما خدش باله واخد باله معاه اتش بي هاز توك انجلش سينس 1993 عاوزين نعملها بس سهله جدا غالبا انجلش هاز بيجي زي هي زي از فاهم ساعه وين بقى فاهم طول تصريف تاني يبقى حط لي تصريف تاني وتقول نفسها تنزل كما هي يبقى خلصت اكتب بس المباراه HB has taught English since 1993. Your English has been taught. English has been taught for 27 years. In essence, before, ها؟ تزيد باي طيب نخش على حاجه حلوه خدناها في النهارده الاولى اللي هي اتش بي يوز تو تيتش يعني اعتاد من الاسبانيش اتش بي يوز تو تيتش انجلش ان ستراتفورد يونيفرستي وعشان تخش هم جوه دي جامعة في ادنبرا العاصمة الإدارية مش السياسية لسكوتلاند تمام؟ الشرف أو الشرف اللي ضربت فيها ثلاثة في حياتي هو اتش بي used to teach English at Strathclyde University. طبعا عايزين نعمل بس سنة دي هبدا بإنجلش هبدا بإنجلش used to زي ما هي بتنزل زي ما هي أيوة زي ما هي زي الشغل كله في الفعل الأساسي والله إذا مصدر أحط بيه المصدر حتى لو ماشي معاه كل الفعل نفسه في التصريف الثالث والسلام عليكم English, actually used to teach English. In English used to be taught people at Strathclyde University. طب كان في الماضي. اه والله احنا عملنا دعايه حلوه لجامعه الدرايه. الجماعه جابوا دعايه بس عندنا فين في الجامعه. ف اتش بي is going to teach English in Drya University. اتش بي is going to teach English in Drya University. عاوزين نعمل بس يبقى انجلش اه هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا ولاد؟ هنعمل ايه بس؟ دي كلها ازاي؟ It is going to or is gone. كل الشغل على الفعل الاساسي اللي هو teach مصدر يبقى بي teach يبقى تو شبه مين؟ شبه used to تمام؟ يبقى اتش بي is going to teach English in the university. If English is going to be taught, it's so good, yeah. So good. And if HB will teach English, English will be taught by HB in the university. Will it be sure that right here in the morning? طيب HB want to teach English inside the class. HB value the list lower bit online. فانا عاوز ادرس داخل الفصل. اتش بي want to teach English inside the class. واحد يقول النبي الله عليك انا لسه ما درس ليه؟ انا بوظ اللغه، ليه يا ابني انا غلطت في حاجه؟ انا غلطت في حاجه. اه مالو؟ اتش بي want؟ اتش بي want برضه؟ ايوه قلنا يس فوق ايوه برافو ايه؟ صح
الاستخدام لاصحاب الناس بس. تمام، يبقى اتش بي wants to teach English inside the class. انا عاوز ازاي في الفصل في المدرسه في البيت قدام الضهر في اي حد. طيب هنا انا ازاي wants to teach؟ هعمل مع وقته ولا ما عنديش؟ لا هعمل معاه في الاساس ده. تيش ده بنزل كده وهو في المصدر يبقى هو وتيش هتبقى تقول زي ما انت حفظنا النهارده. او بالنسبه لده زي ما عملنا سبونج تو، زي ما عملنا ميس تو، زي ما عملنا هاد، زي ما عملنا بس. يبقى انجلش ها وونت ولا وونتس؟ ايوه حط الاس عشان المفرد. وونتس تو بي تولد. يبقى هنا اتش بي وونتس تو تيتش انجلش انسايد ذا كلاس روم، انجلش وونتس تو بي تولد باي اتش بي انسايد. Then the main part of the lesson. الجزء الرئيسي من اللسن. هننتقل بعد فاصل صغير إلى أجزاء أخرى شيقة وأكثر إبداعًا من اللسن. أشوفكم مع السلامة. طيب، ورجعنا لكم في part 2 الجزء الثاني من اللسن. خلاص؟ هو استمرار للجزء الأولاني. بس بيتعامل مع فكرة أفعال خاصة شوية. لكن فكرة بس الفيرب تو بي زي ايه هي هي طبعا. ايه هي الافعال دي؟ افعال الانسان say, think, allege, believe, hope. الحكايه جيت واحد كده داخل لابس بلطو ابيض داخل الان في المنطقه يعني. فالناس يعني بلد بلطو ابيض فبيحضر للدكتور فبيقول ايه؟ people say that he is a doctor. people say that he is a doctor. عشان نعمل رسم خد بالك عشان تعمل دول الرسم في نوعين. دايما تبدا ب it لما تبدا ب he نوعين ما لهاش تاثير. هي كده it هي خلاص سبب لما هي. وخد بالك دايما it followed by that. it followed by that اللي هي موجوده في كل. لكن اي subject تاني followed by two. واحنا عارفين اساسيات اللغه ان ذات بعدها سنتنس تو بعدها مصدر. خد بالك من دي. طيب اما بس هنا هو اللي خدناه هناك هو هو يعني سي انا شايف انها بريزنت فبعمل ايه؟ باخد از وبعد كده سي تصير ثلاث لغات سي نفس الكلام هو هو بريزنت هي از سي خلص بس. يبقى بيبول سي الناس يقولون طب الناس It is said that. It is said that. Or he is said to. يقال. يقال عنه. طيب. انت فاكر ان ده بعد ايه ولاد؟ Sentence. يبقى it is said that. ايوه. نفس الجملة. He is a doctor. ربنا يكرمكم جميعا. لكن لما اجي اعمل دي ولاقي تو يبقى تو معروف مصدرية. يبقى اروح للمصدر من is اللي هو مين؟ be. وده زي ما بس يبقى people say الناس يقولون that he is a doctor. يبقى it is said يقال it is said that he is a doctor أو he is said to be a doctor. he is said to be a doctor. بس عاوز في نظرك ده حاجة لما تكون is هنا بصراحة بتبقى مصدر. لكن لو دي was كلام من دي ما تبقاش to be لا تبقى to have been. لو play يبقى play. لكن لو play have played. لو go يبقى go. لكن لو went يبقى have went. have yeah gone مش هفوا حتى صغيرة كده خد يبقى لا يبقى دايما المفروض ده باسف وده باسف. بس دي تختلف عن دي سبقت it is said upon. لكن دي الشخص نفسه دي احمد منى زاهد بس واحد بس مع ايه دايما تبقى بالذات تسجل مع فعل العقل الالي المكتوب بعد المصدر او الهدف الوصيف ده تكمل في الرسم. القسم الثالث الاخير هو الكوازيتيف. والكوازيتيف ده هي لو شفتها الجزء الاولاني جاي من كوز وكوز يعني كوز يعني سبب فهي السببيه بيسموها الكوازيتيف هاف. الكوازيتيف هاف واحيانا الكوازيتيف غير مش مشهور بس شغال.
يعني ايه الجواز الفهاد؟ يعني ايه الجواز الفهاد؟ يعني انا بقى كوز بسبب حد يقوم بخدمه من اجلي. يعني حد يدق واحد يدق نفسه، واحد يروح لحاجه يدق، واحد عربيته عطلانه يقوم بصلاحها بنفسه، يروح عند مكان يصلحها لو حصل ايه العطل اللي فيها. فهو ده الفكره الرئيسيه. فنفس الناس صغيره خمسه فعلا ربع مستطيل ربع او لا مستطيل او كده شطار عربيه تمام. ايه العربيه؟ هديكم فعلين يا رب تعرف الفرق بين الفعلين. ركز معايا. سيرف سيرف سيرفس. هو السيرف يعني مثلا يخدم، سيرفس يعني خدمه. قلت لك يا حبيبي هديك فعلين مش كلمتين. سيرفس انا عاملها كفعل. سيرف يعني تقول لي سيرف، لكن سيرفس سيرفس مع الأجهزة الكهربائية ومع العربيات معناها يصوم زينتين كده. خلاص؟ كان عندي عربيات، العربية اللي بعملها سيرفسنج صيانة كل سنة. ممكن واحد شاطر يبتدي يظبط عربيته بنفسه، ممكن واحد يروح للمركز الصيانة. هنشوف ده وهنشوف ده. لما تقول لي I service my car myself anyway. ده أنت نفسك باين عليك شاطر في عربيات ووقت كورس عربيتي. فالصنع يعني بتعمل سير بنفسك. I service my car يعني مش محتاجين my service. بس احنا بنأكد بس. Anyway. أنيًا فرنساوي سنة. أنيًا year يساوي. كل سنة كده I service my car anyway. واحد تاني يقول لك لا ولا كده عبيه. أنا أدي ال 10 35 يعني بوديها مركز الصيانة بياخدوا مبلغ بس بيعملوها صيانة كويس. طب قولها ازاي؟ ركز معايا. I have أنا بسبب بخلع a mechanic to serve my car. بخلي ميكانيكي يقوم بصيانة سياراتي. واحد تاني صار جد يقول I get a mechanic to service my car. I get a mechanic to service my car. إذا هاب أو get هنا معناها بخلي هذا الميكانيكي يعمل صيانة عملياتي. كلام زي الفل. بس في غلطة صغيرة في الجملة اللي هم دي لو انتم متفهمهم معناك تحس ان اليوم ده صح. لا في حتة صغيرة عاوزة تخش. I have a mechanic to service my car و I did a mechanic to service my car. بالظبط. مع هذا بصراحة بنمشي معانا كلنا وقالوا من مستر ان انت بتقول لا مفيش حاجة. I have a mechanic service my car. طب يا عم مستر حطها في التصريف التاني. لا ليه؟ ده مش مباراة تاني. I have a mechanic. أنا بخلي الميكانيكي بقى مهم على التصريف ده تساوي ميك. تساوي ميك وميك من خصائصها اللي بعد الأوبجيكت مصدر. أي ميك أنا بجعل a mechanic service my car. لكن إيه بتساوي كوز؟ خلي بالك الحتة دي كوز بدل الكلمات اللي بعدها تو المفروض كوز يعني سبب. يبقى هنا I make أو I have a mechanic service my car يعني أنا بسأل عربيتي. هنا I get the sole cause a mechanic to service. كل ده مبني معلوم، كل ده مبني ليه؟ معلوم. أنا بسأل عربية نفسي، أنا بخلي بيك يعمل عربية ولا ها؟ بسأل عربية. طب هو زي ده المجهول. أيوه. كلام جمل. ركز معايا. دي خلاص بقينا أساتذة فيها. I فعل سيرفس فعل وكان المفروض هل ده المفروض إيه دلوقتي؟ My car مضارع سيرفس يبقى نظام is والفعل نفسه في التصنيف الثاني. My car is serviced. تمام؟ خلاص كمل بقى سيلف اني واي طيب طيب سيلف انا فاضي. My car is serviced. ده بس اتعلمناه هنا is safe اتعلمناه هناك is good. خلاص؟ لكن عشان دي مع بعض. I have a mechanic service my car. I have a mechanic service my car. بص يا سيدي هقول اي زي ما هي وهاف زي ما هي بس هاخد المكانيك واحط لك ماي كار ماي كار زي ما هي اي هاف ها ماي كار فضغط الباور هيجي التصريف التاني بس مش عشان بس عشان بس نوع من بس سوري مش عشان الغلط تاني اي هاف ماي كار ها ها سيرفس عاوز تقول باي يعني مش عاوز تقول مفيش معاك
I have my car serviced. أنا بخد عربيتي تصال. What's it mean? طب get. نفس الكلام هو ما بيفتحش كتير. I get. هنجيب المفعول اللي هو my car. تمام؟ وهنجيب الفعل اللي هو service التصريف الثالث. ملهاش لازمة my car. فهنا التصريف الثالث واحد. بدأت كوزتف دي ودي ودي أكبر. بدأت كوزتف دي ودي ودي بس. خلاص؟ معلومة أخيرة إيه هي؟ إن زي ما أنت تحط فعل السيرفز في أي زمن ده حصل عندنا في تيتش كل الأزمنة زي ما شايفين نفس الموضوع يعني لو دي الماضي نفس الموضوع بدل هاف لو هي في الباست هاد في الفيتشر والهاف والهيت برضه نفس الموضوع وغير في الباست جوت تبقى جوت تمام؟ جيتس تبقى جيتس يعني في الأزمنة كلها تتغير للحظة خلاص؟ طيب تعالوا ناخد شوية تدريبات على الناس في الشام والناس في المدير العام بتاعنا والأفعال الخاصة بس الخاص والمؤسسة نشوف مع بعض الاسم الأخير وإزاي نعمل بس في جزء الأخير طيب بسم الله I ate to the club 3 months ago. That's mine. I don't go. I don't have to past. وبعدين يعني. That's mine. I ate to the club 3 months ago. You are quiz. I ate to the club 3 months ago. Tell me. I take. I took. I takes. I will stay. واحد من الاستر. أنا مش عجبني تيكس دي مع عربي ولا تيجي ولا تيجي ولا تيجي واحد يقول أنا حاسس وسطي بس توك صح برضه توك برضه صح خليها معايا أنت لو قلت أي توك أي توك مين أنت لو قلت أي توك زي ما أخدت مين لأن نرجع للقاعدة الأساسية بقول لك إن تيك ده فعل اسمه فعل ترانزيتيف يعني ترانزيتيف فعل متعدي يعني متعدي يعني لازم يبقى له أوبجيكت لما يقول أي توك يبقى أي توك ماي فريند أي توك ماي سان أي توك ماي براذر أي توك ماي سيلف فده فعل متعدي يبقى ده لي توك فعلا إجابة خطأ الإجابة الصح هي ووب ستيتنج وبسط لأن ده فيرب تو بي لأن ده من أجزاء الجديد أنا أخذت للنادي ولا أنا أخذت؟ يبقى I was taken I was taken to the club في مصر رغم إن هي لك إنك تقول صح؟ لا لا عاوز أرجع مش في حاجة تانية I was leaving تمام؟ قاعد تقعد تذاكر ومام بتجهز لك الفطار ما تنزليش مذاكرة قبل الفطار مش حاجة I was leaving while breakfast ده احنا بنريح قواعد هنا Why breakfast? ركز معي. Preparing. Was preparing. Was preparing. Was being prepared. حلو المصباح حلو جدا. أنا كنت أقرأ بينما الفطار كان بيجهز ولا بيجهز بيجهز. يبقى ده بس. يبقى ده لازم أفكر في الوسط كده. لأن هو من أسماء أول فيلم بتنزل. دي خطأ. تمام؟ دي صح was preparing. I was reading while breakfast was being prepared. تمام. نمرة ثلاثة. He was taken to the hospital after they went to bar with the doctor. He was taken to the hospital after they went by the hospital. ركز معايا. واحدة من الأفكار هنا ما بعدهاش subject يعني ما بعدهاش subject مش فاعل. يبقى ما ينفع معانا. دي ودي ما ينفعوش مع ان بعض فيكم فكر في مين؟ هدين لا هدين دي صح لو هي كانت كده افكر هي هي وستيكن اخذ احنا من شويه
to the hostel after he had been knocked. تنفع حد اللون يتبع وزنبي كمان. يعني بس راح الأحسن طبعا had been knocked. Was knocked. بديل بديل. هو لا بديلش ها. ايه خالص. بديل طبعا ايه زي ما قلنا زمان. Preposition حرف جر. وحرف جر على الـ ing. بدنا شغال شغال. طب after knocking down. طيب لا. ها. After being knocked down by them. بعدما صدد. واصدد. انت عارف ما فيش بايت. بتقول ده افضل ممكن يبقى هو خبط الدكتور اداله كتف انا ارجع وهو راح المستشفى ممكن لكن هنا بقى اظهرت لي ان هو بقى خبط he was taken to the hospital after being knocked down by the doctor. دي رقم اربعه space to get 99% this year GW government. يا ترى she is moved ولا it is it moves ولا it is moved ولا we move. فكر كويس. طيب في مفتاحنا اهو لو كان الذات نرجع للناس كده لو كان الذات طب وفكر مره معاكم او بس خلي بالك الذات ينفع السيء وتنفع السيء لكن دول ما تنفعش على حاجه واحده بس she is moved. She is moved. And then the left foot, huh? And you are. Then it is moved. It out the left. And it moves. It moves and she's not moves. We move out the left. She is moved. You are moved, inshallah, to get 99% this year, doubling the sharaf of the inshallah. الجملة الأخيرة. تمام؟ أنا والله بيت حلو كده وبقول لك look at this ها؟ at my new house بعدين بصل على البيت بتاعك السريح ها؟ I didn't build it myself I didn't build it myself I did فكر فيها I get it built I built it I had it built I got it built Look at my beautiful house. تمام؟ بص على البيت اللي هنا بيقول I didn't build it. I said أنا ما بنيتوش. يبقى أنا جبت ناس كونتراكتور أو بيلدر يبنيه. يبقى أنا سببت حد. يبقى دي غلط. I built it. طب بالنسبة لـ got it to build. بنرجع لها شوية. يبقى get it built ولا had it built الاثنين صح الاثنين صح get it built had it built زي ما خدنا هنا have my car service ايه get my car service ها ركز معايا get it built ولا had it built طبعا انا بقول بص على البيت بتاعك I didn't انا ما بنيتوش بنفسي يبقى I get that I had I had لو كانت دي got في الباست تبقى بلاش لو كانت دي got in this relationship لكن دي get ما تنفعناش لان الزمن واضح او في الماضي طب وبالنسبه لسه جبت لك got him اللي انت لقطته got it مفيش حاجه اسمها got it to build لا كنت اقول got a builder to build it او got a contractor ممكن got a contractor شبه دي شبه دي got a mechanic to service لكن دي ما فيش اسمها got it to build فدي غلط ده صح هي had built look at my new house I didn't build it myself but I had built يعني في الحد ده اعزائي الطلبة مراجعة لوحدة السبعة مركزة للبديل من الثامنة والتاسعة الفكرة واحدة زي ما انتم شايفين والتدريبات ان شاء الله يبقى فيها كلام كتير نبدا مع بعض يونت 7 ذا سبيس شيب ذا سبيس شيب تمام ات 7:50 ذا نيكست ايفنينج ذا سبيس شيب سيلز دايفز درايفز لانش طبعا كلكم خدتوها يا اولاد ها لانشز وعارفين ليه خدنا لانشز طبعا ليه خدنا لانشز
ايوه ان الفعل ده قلنا فعل ترانزيتيف وان ترانزيتيف. خلي بالكم يعني ممكن اقول launches وممكن اقول is launched لو عايزين نعمل بسر عشان هناخد بعد شويه بسر. ممكن اقول is launched is launched عادي عادي خالص. launches تنطلق او is launches is launched. طيب how long how long الكاميرا شغاله يا باشا؟ how long does the spaceship take to the space station؟ خلي بالكم معايا الاربعه ينفعوا الاربعه ينفعوا. بتاخد كام السبيس شيب؟ تاخد جو عاوزه جو تو جيت جيت تو ارايف. طبعا حاجه ما عارفين ارايف ان او ارايف ات، لكن هي ما فيش غير واحده بس اللي هي ريتش ما تاخدش حرف ده. رغم نرجع مع بعض كده ايوه خلي بالكم العنوان ريتش فور ذا ستارز، وانا عامل لكم تحت خط ده العنوان ريتش فور ذا ستارز الوصول الى النجوم، ده موضوع ثاني خالص. طيب يبقى هنا reach the space station وليس get. طيب 20th July is the 15th ايوه of man first walking in the moon. 20 يوليو الفات كان الذكرى July 15 اللي فات كان ال 50th anniversary الذكرى السنوية. ثواني ولدي. تمام. تمام طبعا انت عارفين ان كل السيشنز بتاعتنا برعاية جامعة دراية، فهم ايه يديهم فرصة ان يحطوا البانلز بتاعتهم لانهم اصلا متاخر النهارده لانهم الحمد لله على سنه. The bus stopped because there was a in the petrol tank. A leak, a lake, a lock, a lock. طبعا ايه؟ leak. leak. The doctor me carefully before he gave me the medicine. تمام؟ The doctor ايه؟ examined. The doctor examined me carefully before he gave me the medicine. مش تيست خلي بالك، مش تيست ولا تيست طبعا ولا فيكسد، اكزامن. واكزامن ميز تفحص شخص او تفحص جهاز، يعني انا ماسك الموبايل ده وبعمل له ايه؟ اكزامينينج فحص. A space may take several months. A space may take several months. خلي بالكم من دي بقى، A space flight ولا A space mission ولا A space talk ولا A space walk. اظن يعني بيخش المنطق مع الجرامر مع اللغه مع كله هنا. اللي بياخد several months space flight رحله مش معقول. space talk لا تنفع. space walk ناس بتكلم ايوه صح تمام في الشات. وتنفع space mission بس بتاخد several months هي space mission. space mission it means to turn around and round very quickly. step move spin orbit طبعا هي spin round and round يبقى spin. this phone doesn't work it is طبعا ما بيشتغلش. it is useful wasteful harmless useless طبعا بالتاكيد ايه useless. spacewalk is a fantastic thing too ايوه. طب احنا نقول هنا بعد نقط spacewalk وانا سبتكم شويه احفظوا do ولا make. do space walk ولا make space walk طبعا do space walk. do space walk. space is really exciting. space manufacturing space invention space exploration space discovery very good. space exploration space exploration is really exciting. Experts are that there will be a treatment for fatal diseases. الأمراض القاتلة أو الفتاكة. يبقى هنا experts are a powerful, hopeful, useful, hateful.
واضح جدا ان هم hopeful عندهم امل hopeful. I don't like this sandwich. I don't like this sandwich. It is tasteless, tasteful, tasty. طبعا tasty بريبن taste هي tasteful. لذيذ المذاق. طبعا هي tasteless لان احنا اي كلمه ولادي نحط لها less ديك العكس زي hopeless and endless. تمام. What is the main scientific research? What is the main ايه؟ ايوه نبدأ الخناقة بقى مع بعضين. هفتح المجال اللي يرفع ايده يتكلم. What is the main reason ولا cause؟ لو عايز يرفع ايده يتفضل يرفع ايده ويتكلم. What is the reason? What is the main reason for ولا cause of؟ لأن أنا مش قادر أشغل الشات. يا رب ارفع ايدك أو ارفع ايدك وكلموني. لو عايز يكلمني يكلمني. لو عايز يكلمني اتفضل. هل reason for ولا cause of؟ ما هو الشات النهارده. طيب انا هطلع. حاضر يا مين يا فضل. انا هطلع بره الشير ستوب شير عشان اشوف الشات بتاعكم ماشي ازاي ونقدر ندردش مع بعض. تمام. ما هو سهيله بسمله واخده بي وسهيله واخده ايه. ماشي اكتبوا في الشات. ولو عاوز يرفع ايده يرفع ايده. ولو عاوز يكلمني يكلمني. ما فيش حد رفع ايده غير منا فضل. فضل يا فضل. reason for يا مستر. ليه يا مستر؟ اتفضل يا شيماء. كيس اوف يا مستر دايما حاجه سلبيه. ايه اللي سبب ان الحاجه دي تحصل؟ ديزاين كام بس دي طبعا مش حاجه سلبيه خالص ايجابيه. يعني انت عندك كوز اوف يبقى حاجه سلبيه صح؟ ايوه طبعا. اشكرك ياسمين. يا شيماء نخش على ياسمين. ياسمين انا برضو كنت اقول نفس السبب. ريزون فور سبب ايجابي لكن كوز اوف سبب سلبي. حلو الكلام يا ياسمين. حد تاني من الشباب؟ حد تاني من الشباب؟ طيب انا شايف التركيز على ايه بصراحه حاجه فخر. حبيب محمد الجواد، رني رمضان، نريس صفت، انا سيمون، مارينا نشأت، أميرة سلام، كله بصراحة مبدع. طيب اسمعوني يا ولدي، هو في الواقع reason for reason. انت لما مسكت من reason انا هعمل شير لحاجة لذيذة كده مع بعض ونكتب فيها شوية. انا اخد شير للوايت بورد. تمام. دايما يا ولد دايما، او لا انا هخليها كده احسن. اللي بيحصل معلش، بص على السبوره كده. دايما دايما reason for بيبقى reason معناها عقل. reason معناها عقل. ايوه تمام. reason معناها عقل. تعرف دي ولا لا؟ ان reason معناها العقل. فreason for هو مبرر. reason for هو مبرر عقلي لشيء تم. انت جاي متاخر النهارده. what is the reason for coming late؟ what is the reason for coming؟ فبتديني مبرر للشيء اللي تم. لكن cause of دايما بيبقى شيء مادي ويؤدي الى شيء. وزي ما جت شيماء وياسمين بيبقى شيء دايما يعني في الجانب النيجاتيف السلبي. زي مثلا واحد رمى سيجاره فادت الى حريق. فقلت the cigarette end was the cause of. The cigarette end was the cause of. طيب لما نرجع للفكرة بتاعتنا فعلا. What is the main reason for scientific research؟ ايه المبرر بتاع البحث العلمي؟ ما هو المبرر عقلي. تمام. طيب number 14. شكرا جزيلا لكم. نكمل number 14. The spaceship will the earth at a height of 320 kilometers. spaceship will spin, orbit, move, travel. طبعا بكل بساطة هي يا ولدي orbit. 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 طيب what is the between Cairo and Almania? What is the between Cairo and Almania? 320 kilometers. احنا مشرفين النهاردة من المنيا مسيرين عن جامعة الدراية، جامعة الرائدة طبعا في سعد مصر. فاحنا لما جت سيرة المنيا لازم نذكرها طبعا. What is the speed, space, distance, height?
طبعا كل بساطة ايه؟ distance. نخش على الجرامر. اظن اللي سمع الفيديو بتاع الجرامر بتاع الباسيف عارف كويس خالص عشان اعمل باسيف بعمل ايه. وعملنا غنية وحلوة الباسيف احنا قلنا بالعربي حتى الدرس يكتب ولا يكتب؟ يكتب. احنا بالعربي نعملها بسهولة في اللغة الانجليزية لا. باللغة الانجليزية يا ولاد بيبقى فيه نظام عندنا. ايه هو؟ verb to be زائد to be. فانت لما تبص الجملة في الامتحان بتاعك اللي انا بركت للناس اللي هم جايين ده دول اتأخروا علينا على تأجيل امتحانات اسبوعين وده في صالح تفوقهم ان شاء الله. لما يجي الجملة وتحس ان الجملة دي هتبقى مبنية المجهول بتدور على حاجتين. ايه هما؟ verb to be زائد to be. بس اولا تعرف ان مبني المجهول. وركزوا معايا في الجمل دي. ركزوا معايا في الخمس جمل دي. water should wisely. المية يجب ان. وهنا في use. يجب ان تستخدم وتستخدم. تستخدم. يبقى المية يجب ان تستخدم بحكمة. يبقى طالما تستخدم يبقى هكتب كده على النقطة بتاعتي verb to be plus bb. فين تحت verb to be plus bb؟ فين فين فين؟ water should be using ولا be used ولا use ولا have used؟ طبعا واضحة جدا جدا be used. بس هقول لكم حتة لذيذة كده تبدأ فيها في البرياف. water should be used wisely. في مقولة بيقول لك الحال كنوع من الإبداع يتحط بين verb to be وال bb. يعني بدل ما أقول water should be used wisely أقول water should be wisely used. حتة بلاغية كده في اللغة. لو استخدمتها في البرياف تبقى حاجة تانية. شوف ازاي تبقى كده. Water should be wisely used. دي اروع شوية من should be used wisely. لك اللي تنصح. طيب. A party حفلة for my sister's engagement. Engagement معناها خطوبة. وممكن كفعل برضو معناها تدخل او طارد في الشيء. A party gives اولا لما بنعمل حفلة اسمها make a party ولا do a party. لا. ولا make a party ولا do a party. اسمها give a party. Give a party. A party gives is to give is going to be given is going to give. اختار واكتب لي في الشات. ايوه برافو عليكم. الحفله ستقيم ولا ستقام؟ خد بالك من الكلام ستقام. روعه روعه روعه. تمام يبقى بارتي روعه كلكم شايفكم كلكم يا سهيله انتوا شماء. ا بارتي انا عاوز الاختيار بتاعي verb to be the baby. يبقى فعلا is going to be given. A party is going to be given. حفلة ستقام. طيب. If your car is not serviced. وتكلمنا عن كلمة service اللي معناها خدمة. لا هنا معناها صيانة السيارة. If your car is not serviced regularly. حتى هو برضو عملها هنا الحال هنا. الأفضل يبقى في النص. خلاص. لو العربية بتاعتك ما بتعملها الصيانة بريجلري بانتظام يا أستاذ بدر. شرفينا هنا عشان تمام. جامعة دريم شرفينا فالعربية عطلت منهم الصبح فما كانوش عاملينها سيرفيس صيانة. اللي بيحصل the engine damages ولا may be damaging ولا may damage ولا may be damaged. أيوة may be damaged. The engine may be damaged. Very good. بس the children to the park today. أيوة خلي بالكم معي لأن أنا برضو جملة مش عاجباني كويس. The children is taken while are taking ولا take while are taken. يلا في الشات. طبعا very good. The children جمع وشايف الدروب بتاعتنا بيساعدونا برضو في الإجابة كنا نتعلم. The children are taken to the park today. سيأخذون إلى المنتزه اليوم. بس ما حدش هيروح أي مكان دلوقتي لغاية ما تعدي على خير. The children are taken. أصل لو قلت لي مثلا take طب احنا قلنا تيك ده فعل ترانزيتيف يعني ترانزيتيف متعدي يعني عاوز اوبجكت تيك مين. طب ذا تشيلدرن ار تيكينج ار تيكينج مين برضو يبقى ذا تشيلدرن ار تيكن تو ذا بارك. سونر اور ليتر اكيور فور كانسر. سونر اور ليتر حلو التركيبه دي احفظوها. سونر اور ليتر اجلا او عاجلا اكيور فور كانسر. احنا هنقول اكيور فور كورونا عشان برضو يبقى عايشين في البلد. اكيور فور كورونا عاجلاً أو عاجلاً. A cure for. فكين cure for علاج للكورونا. Will have discovered. Will be discovering. Will be discovered. Will discover. تمام تمام. شوفنا العزيزي بيجاوبوا أسرع منكم يا أولاد. أنتوا بتكتبوا في الشات وما بيجاوبوا شافوا. Will be discovered. لأن الوحيد البسف. الأولانية كنت عاوزة been. Will have been discovered.
هنا will be discovered. إن شاء الله ده حتى طمنا الدولة دي ولدي. Sooner or later, a cure for corona will be discovered. ويمكن يطلع عالم عظيم فيكم إن شاء الله يكتشف. أيوة أنت ما تستبصدش نفسك وما تستجليش بنفسك. يطلع عالم عظيم يكتشف لنا مضادات حيوية أو يعني فاكسين لسرعات كورونا كلها المستقبلية. ما دي إن شاء الله خلاص خلصت يعني كم شهر ويدخل تشوفوا لها الفاكسين بتاعها. لكن ممكن تطلع منها حاجة تانية. أنتوا في المستقبل إن شاء الله اللي يخش صيدلة فيكم تمام. فاللي يخش مثلا صيدلة سيوط، صيدلة المنيا، صيدلة دراية ويبحث تمام، ممكن تكتشف اي فاكسين لكورونا. لان كورونا دي اولادي انتوا عارفين دي عباره عن ايه؟ عائله كورونا. الفيروس اللي بيجي لنا في الشتاء ده من امان منهم، هي كورونا عائله كبيره، فبيتطوروا ويتحولوا ويحصل لهم ايه موديفيكيشن كده عشان يتعبونا. فانتوا ان شاء الله لو في حد فيكم يخش في البحث العلمي ربنا يكرمه. anyway sooner or later a cure for coronavirus will be discovered. don't be wasteful or your money اهدى رجلتي. Don't be wasteful. لا تكن مبذرا. Or your money will be run. Will run. Run. Ran. أولا عاوز أقول لك حاجة صغيرة. دي تعتبرها قاعدة F. Don't be wasteful. والتحذير اللي قلنا عليه زمان. Or أهو. Or otherwise your money. أنا محتار يا مستر بين will be run. Will run. يلا خشوا في الشات كده. خشوا في الشات. will be run ولا run. ايوه شيناء، اميره، هاجر، محمد، شعبان، ياسمين، مينا فضل، شغالين كلنا تمام. مارينا نشأت روعه، دكتوره اميره سلام هنا تحت روعه، اولاد روعه، هايدي كرم تمام فعلا. لاني فعل run فعل لازم اولادي، ما ينفعش اقول لك will be run. انت عارف لو قلت will be run يبقى معناها يدار. انت عارف ران اللي يجري معناها يدير. لما تقولي my father runs a factory، my father runs a factory، والدي يدير مصنع. خلاص طيب. animals need to eat well. حلو دي. animals need to. اول حاجه نحط خط تحت تو ديت. تو يبقى هنا محتاجين مصدر. كله مصادر. be feeding food. تمام. الحيوان تحتاج ان في يعني يطعم، تحتاج ان تطعم ولا تطعم؟ طبعا animals need to ها فعلا need to be fed. مش يجب ان تطعم. feed هو الفعل نفسه. تطعم مين؟ تطعم الانسان؟ لا. animals need to be fed well. old bottles for recycling. وخلنا كلمة recycling دي قبل كده. أيوة recycling عادة تصنيع. bottle old bottles are taken take is taken are taking. الباسيف فيرب تو يوزد بي على طول. أشكركم. are taken. preparation for the party. الإعدادات للحفلة. preparation for the party. خد بالك have made has to be made are being made are making. ايه ده شويه في الموضوع ده. اولا ده بس الاعدادات يجب ان تتخذ. انا عندي اثنين بس، عندي بي وسي. has to be made are being made. ايوه روعه 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 روعه. ليه طيب؟ اولا ما تنساش preparations هنا جمع. ثانيا now يبقى بتديك الاستمراريه ب are being made. are being made. علي an email from the company every time he is asked to do a new task. علي an email from the company every time. يبقى علي بيبعت email. ماشي بقى علي sends an email from. لا كان زمان يبقى true لكن دي from. يبقى يرسل ولا يرسل له؟ يرسل له. تمام يبقى عندنا هو sent صح وايه sent صح؟ number or letter b or letter d. was sent ولا is sent. كمل الجمله كده يا ابني. كمل يا بنتي. every time he is asked. every time he is asked to do a new task. طالما هنا present يبقى علي is sent. يبقى علي is sent an email. بيرسل له email from the company every time
he is asked to do a new task. حدا عايز يتكلم؟ طيب. Number 11. I'm going to for the new job. I'm going to for the new job. Be interviewing. Have interviewed. Be interviewed. Interviewed. أنا يعني سيعقد معي. أنا هأقابل. بسف. على طول بسف غنية واحنا قلناها ولاد نفكركم بيها زي كنت نستوها. Verb to be plus BB. ما ينفعش تعمل بسف من غير ما يكون عندك العنصرين دول هما. متوفرين فين؟ الأولى؟ لا يا سيدي. الأولى بي بس انترفيون. التالتة زي ما حضركم افترتوا وأنا شايفها في الشات ممتازين. Chinese mobiles. موبايلات الصينية all over the world. Are to sell, are sold, are selling, has been sold. خلي بالك من دي. موبايلات الصيني are ها to sell. وخلي بالكم معلومة صغيرة كده فكركم بيهم. Are to عارفين الـ R2 بتاعت محمد صلاح؟ لا يا سيدي. R2 عندنا في اللغة معناها should. R2 في اللغة معناها should. تمام؟ Chinese mobiles are to should sell. يجب أن تبيع. لا. Are sold. Are selling. Has been sold. طبعا Chinese mobiles are sold. Are sold. Are sold. طب ليه مثلا ما خدناش has been sold؟ والله عشان دي موبايلز كتبها have been وتبقى أقوى صراحة. أنا عندي لو جاب لي ديت have been sold تبقى أقوى بكتير. The wind is used ships. أيوة خلي بالك. The wind is used. يلا خش في الشات واكتبوا لي. The wind is used ships to sail, be sailed. تمام. To have sailed, to sail. عشان نشوف كده. الله. مدونة رغفت عملها لي بي. في اي وبي. يعني رمضان قلت له سيل اي. بس كان في شوية بي في الاول. مينة فضل. مارينا نشأت. تمام. انا اميرة. ايه الله عليكم. تمام يا اولاد. فعلا. خلي بالكم الجملة ديت. The wind is used to sail. خلي بالكم معي. دي الاجابة الصح. تستخدم لكي تبحر السفن او لكي تسير السفن. بالنسبة للأخيرة لو أغردكم شوية عشان is used to بعدها بنجي دي معناها معتاد على ودايما بيبقى الفعل بتاعها عاقل. لما أقول مثلا HB is used to teaching English. HB is used to teaching English. في الحالة دي بقى ING. لكن هنا is used to يعني تستخدم. طب هسيب 14 نتخانق عليها شوية بعد كده وناخد 15. Traffic rules strictly. Traffic rules قواعد المرور strictly. Follow should follow. Should be followed, need to follow. قواعد المرور يجب أن تتبع. الله الله الله. فعلا should be followed strictly. أما رقم 14 فنبدأ الخناقة بقى. Unfortunately, no spare parts. يعني جبت عربية جديدة أنت بقى وجات عليك رخيصة كده وبتاع وجيبها من الجمرك. بس للأسف unfortunately no spare parts. عارفين spare parts؟ قطع غيار. Spare parts for my car easily. Can find مش تبعنا. أنا رايحكم منها لأن دي مش بس ماشي. وار فايندينج مش تبعنا برضو. يبقى عندنا اثنين. Can be found ولا is found. وأنا هفصل الشير وأخش على الشات وأشوفكم عاملين إيه. Can be found ولا is found. الله الله الله. تمام 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 تمام. روعة روعة روعة. أنتوا جبتوها بالسنس كده أولاد وبالأبريشيشن. تمام تمام يا مريم. تمام شمال. عادل سمير روعة. بطرس أميرة منار فاروق كويسة دكتورة. روعة روعة روعة. لأن مش هينفع أقول لك يعني إيه is found. لا لا لا. Unfortunately no spare parts for my car can be found easily. Can be found easily. ولو دقت يا أولادي الأفضل شوية في البلاغة في اللغة can be easily found. Can be easily found. أشكركم. وكده ننتهي الوحدة السابعة. أنا في سؤال هنا كنت بتكلم عن إيه شماء بس ريتش لا أسابيع مستر سامي. لا اسألوا في حاجة جاية في الشات يا مستر. رقم 2 في الكلمات ليه مش ريش فور زي عنوان اليونت؟ ما تبقاش يا شماء ريش فور زي عنوان اليونت. ريش فور زي سبيس ستيشن.
أرجع لها مع بعض ونشوف. اثنين في الكلمات. حاضر. اثنين في الكلمات. How long does it, the spaceship take to? انت عاوزه تحط reach for يبقى كله باظ كده يا شماء صح؟ ما هو كده خلاص ما هي go عاوزه to get عاوزه to arrive عاوزه in اوقات انت عاوزه تحط reach for صح؟ هو وليش عايزه for؟ انت يبقى كده نختار ايه؟ بنختار الهواء يا شماء ولا ايه؟ انا اول حاجه اول حاجه ثانيا بص يا شماء لو خدت بالك reach for reach لما توصل لحاجه ماديه مش محتاجه حرف جر ريتش كايرو ريتش الكساندريا ريتش اسيوت ريتش المنيا فاهمين ولا مش عاوز احط أيوه. انا قلت لك ده استثناء ريتش فور ذا ستارز ده حاجه معنويه الوصول للنجوم الوصول للكواكب ده حاجه معنويه مش وصول بمعنى الوصول لا يعني لما توصل لحلمك لما توصل لحلمك حلم الانسان كان ايه زمان يا شماء انه يوصل القمر صح ايوه ده حلم كبير للانسان فلما اقول لك ريتش فور ذا ستارز فهي بالمعنى المعنوي بتاعها ماشي تمام يا مستر شكرا اي اسئله تانية يا اولاد اي اسئله تانية بنات شباب طيب هنبدا نكمل يونت 8 يونت 8 هنبقى بسرعه برضه طبعا شويه هتعطلنا كتير معلش شويه صغيرين بس قدر الله يعني what are the pros and of artificial intelligence pros and cons pros and cons نضطر نعمل ده سايلنت للناس كلها pros and cons مميزات وعيوب وبنراجع مع بعض كلمة AI artificial intelligence هتتكرر كتير دلوقتي الذكاء الصناعي اللي مكسر الدنيا وشفتوا حضراتكم العروسة صوفيا اللي هتجننا دياتي are the pros and cons of artificial intelligence تمام artificial intelligence can teach us time الذكاء الصناعي ده يعمل ايه لوقت المعلم cause ولا waste ولا save ولا hinder يلا في الشات تمام 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 can save طبعا لما تلاقي مثلا ان احنا سجلنا السيشن ده وقعدناه بعد كده يبقى ده نوع من artificial intelligence بيوفر وقت وجهد طبعا it is a shame تركيبة حلوة دي it's a shame يا للعار يعني هيتكسف يعني ذات starvation والناس starvation كده كلمه جاعه still a in some countries in Africa still insists exists includes disappears طبعا واضحه ولاد ايه exists exists توجد another to AI اللي هو artificial intelligence is that it is taking away some people's jobs downside upside downhill uphill طبعا داون سايد طب يلا اكتبوا لي في الشات كده داون سايد بتساوي ايه يلا انا هفصل الشير وهستمتع بتعليقاتكم لا انا عاوز داون سايد بتساوي ايه بالانجلش مفيش حد بعت اول واحد تبعت اول واحد هنقول اسمه على طول ايوه ياسمين مجدي سايد افكتس بعدها ميريت صفه دي ميريت طبعا عشان هي ميريت فجيت لك دي ميريت يعني ميريت يعني ميزه انا ميريت قلت لك السنه الاولى دي ميريت يعني عيب تمام سايد افكتس ماشي يلا بحب الغباء الصبح كده لما يكون مسيطر على الطلبة ايوه سايد افكتس ديسادفانتجز الله يا سلام عليك يا شيماء بروز فيري جود في اول جمله بروز يبقى عندنا عيوب معناها ديسادفانتجز معناها دي ميرز اجت ميرز معناها سايد افكتس معناها بروز معناها نيجاتيف شعبان محمد شعبان حبيبي روعه يا ولد نيجاتيف روعه نرجع تاني طيب نرجع تاني طيب نمبر 5 وان نيجاتيف سايد اهو نيجاتيف سايد يا محمد شعبان بتاعتك انت نيجاتيف سايد زي سايد افكت اوف ارتفيشال انتليجنس اذا بيبل وري ذا كمبيوترز ويل بي مور ذان اس مور ايه طبعا يس more intelligent يعني ان الكمبيوتر هيبقى اكثر ذكاء مننا مش ambitious يعني ما هوش عاوز it's not polite to people while they are speaking الله it's not polite to corrupt interpret interrupt correct طبعا interrupt قاطع في الكلام لما يكون حد يتكلم ما يفضلش انك انت تقاطعه
حد كان عاوز يقول لي كوريكت. لا انا ممكن اصح حد بس يعني بتكلم عن هو بيتكلم ما ينفعش نعمله انتربشن. طب انتربريت افتكر المواد كده دي انتربريت ايوه يفسر يشرح كوربت عشان لو جات لكم كوربت او هي بتيجي دايما في ترجمه كوربشن تمام الفساد كوربشن. يو كان كول ودي نصيحه ليكم احفظوا الرقم ده كويس خالص 1 2 2 ان كيس اوف efficiency, sufficiency, agency, emergency. طبعا emergency. You can call 122 in case of emergency. ممكن ها تتصلوا 122 في حالة الطوارئ. Emergency. Efficiency. كلمات الترجمة كفء. Sufficiency. ها اكتفاء. في فرق بين كفء واكتفاء. Agency طبعا وكالة. Agency. I don't think that space exploration is a waste of time. I don't think it's a waste of time. It's a waste of time. You can عندك ما فيش off بس انت حطه. I don't think that space exploration is a waste of time. استكشاف الفضاء مش تضيع الوقت. It's really essential. Blood is a disease that results from tension. Blood A طبعا blood pressure. واحفظوها بقى عشان عاوز اخش طب وصيدله فيكم اسمها ايه باللاتيني اسمها hypertension. احنا باللغه الانجليزيه اللغه الانجليزيه اسمها blood pressure. Blood pressure ضغط الدم. لكن باللاتيني اسمه hypertension والشخص اللي عنده hypertension اسمه hypertensive. 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 Hyper. حتى كلمة tension في الآخر هي. لما قلت لكم زمان tense. Tension. أيوة. يبقى blood pressure is a disease that results from tension. هو اسمه hyper. بالشكل ده. Number 10. طبعا دي محلولة. Fictional, artificial, fractional, fictional. طبعا artificial intelligence. خلناها كتير خالص النهارده. Is a science of how to make computer do things that need human intelligence. It was a very terrible accident, but خلي بالك من but هنا كانت حادثة فظيعة. But unfortunately, the driver ما ينفعش يبقى دايت. ما ينفعش يبقى saved. ينفع saved و survived. يلا في الشات كده أشوف إجاباتكم. تفضلوا أسرع حد. أسرع حد. سي سي بسملة وبعديها عادل وهايدي وأوليفيا. إيه اللي عاملاه يا أميرة يا سلام دي؟ هرجع لك يا أميرة يا سلام عشان في حتة صغيرة عاوز أنبك عليها بقى. طيب هي فعلا سرفايفد. سرفايف يا ولادي معناها ينجو من كارثة. بعد شر الناس كلها وربنا يحمي الناس كلها. سرفايف يعني في حادثة واحد طلع سليم الحمد لله. هي سرفايفد. هي سرفايفد. اللي أنا عاوز أقوله إن الفعل ده فعلا لازم انترانزيتيف يعني ما نقولش هي ووز سرفايف. لكن سيف الاولانيه اخترتها يا اميره تبقى هي ووز سيف. لو هي كده اقول لك صح ذا درايفر ووز سيف انقذ لكن ما فيش ووز يبقى سرفايف. عادل كودنت كونتينيو نمبر 12 ذا جيم وذ هيز فريند بيكوز ذا اي didn't work well ذا كونسنت ذا سوكيت اقول لك السوكيت اللي في حته بسميها سوكيت بريزه دي وايرز كنترولز. طبعا كنترولز. ايه الكنترولز دي؟ عارفين حبيبتكم الجي ستيك اللي بتلعبوا بيها؟ اسمها الكنترولز بتاعتها. عادي كودنت كونتينيو ذا جيم بيكوز ذا كنترولز. معناه كنترول ده فيرب تتحكم لكن لما حطينا لها اسم تحولت لاسم. اس تحولت لاسم. كنترولز اجهزه التحكم ما اشتغلتش في الجوي ستيك بتاعته. نمبر 13 ماي فيفرت نمبر. I to tell the police if my bad neighbor insisted on making noise late that night. I praised, I promised, I threatened, I threatened. طيب praise يعني يمدح خش مش تبعنا. Treat يعني يعالج أو يعامل مش تبعنا. يبقى I A to tell the police if my bad neighbor insisted on making noise late that night. Promised or threatened. وعدت إن أنا أقول الشرطة ولا هددت إن أبلغ الشرطة. آه طبعا طبعا برافو عليكم الشات شغال كويس خالص. Threatened. Threatened. يبقى I threatened to tell the police if my bad neighbor insisted on making noise late at night. A or N is an expert. هو عبارة عن خبير. وخلي بالكم expert هنا بسمها كنون مش كadjective. In a field. في مجال. Whose job is to give advice. يدي النصيحة. Applicant. Consultant. Resultant. Accountant.
طبعا consultant. consultant يعني مستشار. ايه؟ ايوه نبدا الخناقه جابك عشان دي ناخد رأيكم. physics, biology, geology, chemistry. دول اربع علوم مهمين في الحياه. physics علم الفيزياء, biology علم الاحياء, geology بتاع دكتور باز طبقات الارض, chemistry اللي انت عارفينها. يلا اتفضل اختار. هي علم بتعامل مع structure of objects. هفك الشير واشوف اخبار الدنيا ايه. تمام. انا شايف كل مختار الفيزيكس. ما انا عاوز اسال ليه انتوا واخدين فيزيكس معظمكم, فعاوز اعرف ليه اعتبرت الفيزيكس. عاوز حد يكلمني, يرفع ايده يكلمني. عاوز حد يرفع ايده. ليه ما خدناش البيولوجي ولا الجيولوجي ولا الكيمستري؟ احنا عاوزين نبقى طالعين مطمنين من الامتحان يا اولاد ان احنا اختياراتنا صح, مش طالعين حاطين ايدنا على قلبنا. ده مستقبل. يرفع ايده ويديني تبرير. لا شفوي شفوي. عاوزين شجاعه كده. واحد او واحد يتكلم بس ارفع ايدكم في الاول. في شجاعه خالص, كله مكسوف, كله خايف. طيب اوضحك ما نسيتي. بص يا ولدي شيماء, اتفضلي يا شيماء. الفيزيكس يا مستر لان هي على حسب ما احنا بندرس هي اللي بتتكلم عن تركيب الاجهزه, تركيب تركيب اي شيء, اي جهاز او اي عده او الكلام ده يعني. تمام. لكن كيمستري الكيمياء بتتكلم عن تركيب الماده اللي بتتركب منها الجهاز. الله عليك. الجيولوجيا دي علم الارض والصخور يعني ملوش دعوه, ملوش علاقه خالص بال سلكت اوف اوبجكتس اعضاء الشيء. تمام. الاحياء ده بيتكلم عن الاحياء النباتات الانسان, لكن ملوش علاقه بالاشياء اصلا يعني. How wonderful. How great you are. How great you are شيماء. روعه روعه روعه. وانت بمشي هو بيقول لك ايه؟ The science. شكرا شيماء. The science that deals with, هو علم بيتعامل مع structure. انا عاوزك تركز انت وهي على كلمة structure. structure يعني بناء, بناء الاشياء, بناء الاوبجكتس. فالبنوته بداتهم بالخلف. هل الكيمياء بتعبر علم بناء؟ لا, ده التراكيب. ان انا بحط هيدروجين مع اكسجين بيديني ميه, ده مش بناء, ده انا بركبهم ازاي. الجيولوجيا ده حاجه طبقات الارض ثابته, دي غد دي غد دي غد دي. ما واحد يقول لي طب الستراكشر يا مستر برضه, انا معاك كمل. بس البيولوجي زي ما جت شيماء اختكم, البايو الاحياء, الجسم بيتكون من خلايا. طب يبقى الستراكشر. تمام. بس هنا البيولوجي بيتكلم عن الدم ماشي ازاي والشرايين و و و, يبقى الفانكشن هنا. لكن لو انت تمسك فيزيكس على ايام انا وباباك ومامتك لما كنا في ثانويه عامه زمان, الفيزيكس ما كناش بنسميها فيزياء, كنا بنسميها طبيعه. طبيعه يا سيدي. فيزيكس لان هي الطبيعه اتكونت ازاي الطبيعه, فهي فيها يعني فيها كومبرهنسيف ايديا, فكره شموليه. ففعلا الفيزياء هي العلم اللي بيتعامل مع بناء الاشياء. لكن لو بصيت لكلمه فيزيكس وبعدها از واحترت, لا اقول لك ما تحترش. فيزيكس از صح, لان انا بتكلم عن فيزيكس كعلم وكلمات كتيره خالص انتهى باس وهي مفرد, زي فيزيكس, ماثيماتكس, اولمبيكس, جيمنستكس, ماثيماتكس. كل دي علوم رغم انتهاء اس. او خد المعلومه دي يا سيدي, الكلمات اللي انتهى اي سي اس كلمات لاتينيه مفرد عشان اريحك. يعني لو قلت لك ستاتستكس, كلكم عارفين ستاتستكس يعني ايه؟ علم الاحصاء. فانا بعملها كعلم يبقى دي مفرد. خلي بالك لو قلت ستاتستكس يعني احصائيات يبقى جمع. يبقى انا قلت لك اهو ستاتستكس كعلم, ستاتستكس از ا جريت ساينس. لكن الستاتستكس ار ها مثلا ببلشت بتبين نسبه الكورونا في مصر الحمد لله الى حد ما مطمئنه الى حد كبير, ربنا يسهل الناس كلها. طيب داخل هدره بس جاي متاخر. The very old house. نبدا في الجرامر. ايوه طبعا. yesterday. yesterday يبقى was collapsed ولا has been collapsed؟ ركز معايا عشان دي فيها فكره حلوه. بس نشوف هدره داخل ولا لا. تربل اتش معانا يا ابني؟
was collapsed. انا هفك الشير وهشوف في ال في الشات was collapsed or has been collapsed. ويستدي معانا معظم الناس واخده was collapsed. ماشي هادر حبيبي شماء عبد النعيم واخده برضو ايه رانيا بتتفلسف علينا واخده دي مالينا برضو واخده collapsed مش عارف الفلسفه دي. وعندنا كمان ريموندا واخده دي معظم الناس واخده ايه وهند ربيع واخده ايه كتر خيرك هنقعد اثبت نفسه تاني انا بي وفي ثلاثه بي لغايه دلوقتي. طيب هي الفكره جديده شويه عليكم اولاد ركزوا معايا كده. انتوا عارفين كولابس يعني اعلمكم حاجه حلوه يعني كولابس ينهار ما تعرفوش كولابس ينهار مش عارفين معنى كلمه كولابس ينهار هي ينهار يا اولاد ينهار. طيب بص يا سيدي لو انت بتفكر تاخد was collapsed ولا has been collapsed يبقى معنى كده اقول لك I collapsed the house yesterday. بص يا سيدي لكل اللي خد ايه لكل الناس الحلوه اللي واخده ايه نداء لكل اللي اختاروا ايه يركزوا في الجمله دي ينفع اقول لك I collapsed the house yesterday. لو ينفع يبقى جملتك صح. I collapsed the house yesterday يبقى the house or the very old house was collapsed yesterday. ينفع اقول I collapsed انا انهار انا انهارت البيت امبارح. عاوز اقول يا مستر عاوز اقول يا ولادي ان فعل collapse فعل collapse فعل لازم غير متعدي فبشكر التلاته اللي خدوا بي يبقى صدى صغيره لحضراتكم وجعتوا فيها يبقى the very old house collapsed yesterday لان ما ينفعش اقول لك I collapsed the house. خلاص؟ اه ممكن اقول لك I built the house. في فعل تاني معناه يزيل البيت، حد يعرفه؟ فعل متعدي يعني نعمله ازاله، لو بيت قديم نعمله ازاله ونبني مكانه، بيوتنا القديمه كلها كل بيوتنا من 20 30 سنه كلها قديمه، عملنا لها ازاله وبنينا، حد يعرف الفعل ده؟ جالهم مثال فات بالمناسبه. وكنا مناقشينه في المراجعه بالصدفه برضه في نفس الجمله هي. الفعل اللي هو يهدم المنزل تمام؟ تبي على الباب العربي يا شماء. لا مش انيميت. حد يعرف الفعل ده ولا هسيبكم تدوخوا عليه؟ انيميت؟ لا مش كوريك. حد تاني؟ هو جه في امتحان السنه اللي فاتت لانه من الفعل ده. طب اول ودي اول ودي الله 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 فاطمه ضاح فعلا. فاطمه تقول ساكته ساكته وتطلع باللي هي. اشكرك يا دكتوره فاطمه. ديمولش ديمولش هو ده الفعل اللي هو احنا لو رجعنا الجمله بتاعتنا تاني هتبقى اي ديمولش. اشكرك يا فاطمه. لو هو ديمولش يبقى كلامنا صح. اي ديمولشت لو الجمله كده اهوت ديمولش اي ديمولش ذا هاوس يبقى فعلا ذا هاوس ووز ديمولشت. انا ازلت البيت يبقى انا فعل فاعل. لكن البيت انهار ذاتيا يا ولادي البيت انهار ذاتيا يبقى الاجابه الصح هنا تمام. The very old house collapsed yesterday. اشكركم. هنبدا خناقه ثانيه لان انا الجمله مش عاجباني رغم ان التدريبات دي كلها طبعا انا جايبها لكم من الناس اللي مش عارفه من موقع لونج مان. عارفين يعني لونج مان يعني الشركه المنتجه للكتاب بتاعكم. خلاص؟ الشركه المنتجه للكتاب بتاعكم. I having the criminal admitted killing the old having questioned being questioned has questioned to be questioned. تفضلوا. ايه علي سمير نور محسن اشكركم مش عاوز كلام كتير فعلا. Having questioned بس المفروض الاحسن كده تبقى اللي بالي بالك تبقى having been questioned عندما بعدما استجوب question هنا استجوب the criminal admitted killing the old lady as soon as I the good news I got excited. ايوه as soon as احنا عارفين as soon as بعديها past perfect او past simple. I was told ولا I had told ولا I had been told. لا لا have been دي مش تبعنا خالص يا ولاد have been مش تبعنا. يبقى عندنا بي وسي بي وسي تمام. فكروا تختاروا ايه.
Now let's see. As soon as I was told, well, had told. The good news. طبعا. كل الناس يقول had told. لا يا باشا. تل ده فعل متعدي. Had told مين؟ Had told مين؟ لا. As soon as I was told. As soon as I was told. The good news, I got excited. I got excited. Food while I was doing my homework. Food was preparing, is prepared, was being prepared, has been prepared. And if you while هنا, while I was doing my homework, if food, أيوة أشكركم, أشكركم, هذا مستمر, was being prepared. What was said in the meeting, اللي قيل في الاجتماع, اللي قيل ده الموضوع كله, لم يكن متوقع ولا لم يكن متوقع, لم يكن متوقع. What was said in the meeting? اكتبوا في الشات. أيوة. الله عليكم. لا ما شاء الله. فعلا دي. Hadn't been expected. روعة روعة روعة. أصل هي الوحيدة البسط. هي الوحيدة البسط. طب يا مستر hasn't been expected. زي الفل السيد. أنا عارف فيك أنت تقعدين إيه. هو what is said ولا what was said اللي تخلينا نعجب كده. What was said ما قيل في الاجتماع. اللي تقال في الاجتماع. Was hadn't been expected. طيب since I traveled to London طبعا since بعدها past simple يبقى هنا مستنين past present perfect ده نقاش أيوة سمع اليوتيوب الـ part 1 واضحة جدا في اليوم الواحد السيشن الثاني since I traveled to London no emails have been received have been received اللي واخد وين received غلط لأن past simple جاء اهو هي أساس الجملة دي عشان أوضح لكم بصوا ولادي بصوا بناتي بصوا بصوا على الشاشة كده كويس أساس جملة كده No emails have been received from my old friend since أساس جملة كده since I traveled to London since I traveled to London خلاص The thief before he tried to escape The thief before he tried to escape اللص before he tried قال لي حاول يهرب ايوه ايوه had been arrested شوف العقلانيه بتاعت لونج مان ده ما جابلكش was arrested يعني لو جاب الاخيره ديت was كده يبقى فيش من الصح بصراحه انا بعتبر الباست سمبل والباست بيرفكت قريبين من بعض بس الثيف فعلا had been arrested before he tried to escape since the femtosecond منذ ان اكتشفت ها الفيمتوسكند there has been breakthrough وهرجع لكلمه breakthrough دياتي هي كاونتر بالنسبة المفروض يبقى فيها آية لونجمان. There has been a breakthrough in chemistry. Since the femtosecond was discovered ولا has been discovered عشان يحكم. يلا في الشات كده أولاد. Was discovered ولا has been discovered. روعة. روعة. تمام. تمام يا رانيا تمام يا عادل هايدي ممتازه لا 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 بسم الله ما شاء الله عليكم اجمعوا صفحتكم مصحصحين مصحصحين فعلا يعني فعلا since the femtosecond was discovered نفس الكلام احنا قلنا there has been a breakthrough حلو breakthrough حد يعرف ايه breakthrough يا ولادي يلا في الشات كده breakthrough لو سمحتوا اسرع واحده او اول واحد يظهر قدامي على الشات هنقول اسمه أول واحد على الشات هنقول اسمه الله عليك يا مريت لا ده سهيلة رمضان كانت جايبه لك ثانية يا مريت تمام إنجاز عظيم هيلين هاني ممتازة يا هيلين طفرة إنجاز عظيم نور محسن روعة يا نور أميرة سلام بريك ثرو معني بريك ثرو معناها اقتحام يا ولادي برضه بريك ثرو اقتحام لا بس هنا معناها إنجاز عظيم ما هو برضه اقتحم حياتنا يعني الفيمتو سكند وعمله دلوقتي الفيمتو ليزك اللي هو بيصح الإبصار و طيب what bad news my friend's car يا لها من اخبار سيئه عربي الصديق had stolen has stolen has been stolen had been stolen انا محتار زيكم بين سي ودي انا محتار زيكم has been stolen ولا had been stolen نشوف في الشات هيعمل لنا ايه الله 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 روعه 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 تمام تمام تمام
تمام. has been stolen. الناس دي فاهمة present perfect كويس خالص. لأن أقول لك يا لها من أخبار سيئة. عربي صاحبي اتسرقت، يبقى حاجة تستنى في الماضي ولا أثره، يبقى has been stolen. روعة روعة. ما يستخدمش الباست بيرفكت غير لما انتوا عارفين يكون عندي after or before، زي الجمله اللي جابيها مثلا نمبر 7 the thief had been arrested before. روعه. I fastened the seat belt. واحفظ الكلمه دي عشان لما تسافر بعد كده تركب الطياره مكتوب كده fasten seat belt، لما تنور يعني اربط حزام، لما تطفي يعني فك الحزام. fasten seat belt. مش fastened، لا fastened. I fastened the seat belt then the plane، ركز معايا، was taking off ولا was taking off؟ يلا نكتب في الشكل كده was taken ولا was taking، يعني A ولا C؟ روعة روعة يا هدرة، الله عليك يا رني. تمام يا مريم يا عم، تمام كلكم، ما اضحكش عليكم. طبعا 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 took off ولا الهواء، الطيارة أقلع take off يقلع. روعة يا ولاد. No mistakes after I had followed my teacher's advice. No mistakes were made, were making, made, are made. أيوة هنا after بعدها ماضي تاني جاب لها past simple. No mistakes made ولا were made؟ made ولا were made؟ الله 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 روعة. تمام. لا بسم الله ما شاء الله عليكم. No mistakes were made. لم ترتكب أي أخطاء. After I had followed my teacher's advice. ما هو اللي يسمع كلام الكبير يرتاح، لما تسمع كلام ها أستاذك في حاجة معينة، كل الأساتذة في شيء، إن شاء الله هتجيلي أخطائك. لما تفلسف وتبدأ تعمل حاجة بنفسك هتتعب. نفس الكلام لما تسمع كلام بابا وماما المتعب المؤذي ها الممل ده هترتاح. لما تعمل نفسك أبو العريف وتعمل نفسك أم العريفة، يوم العريفة تمام؟ برضو ايه هتتعب. كلامهم ممل ومكرر وديتد، حكم الديتد دي، لكن مفيد وهتفهموا ده بعدين. يعني ايه ديتد يا ولادي؟ عارفين ديت يعني تاريخ ولا بلح؟ تاريخ وبلح. لو قلت لك ديتد معناها اولد، شيء قديم، ديتد تبقى حلو. نمبر 12 my car before I travel to هرجادة. العربيه بتاعتي قبل ما اسافر الى الغردقه. ايوه Is it checked? Had to be checked. Had checked. Had to check. يلا شات معاكم. نشات سريعة. ياسمين الله عليكم الله عليكم. روعة يا ولاد. Had to be checked. فعلا had to be checked. My car had to be checked. انتوا عارفين had to اللي هي الباست من must. كان يجب ان تفحص او تراجع او نراجع الاجزاء بتاعتها. كوتشات والعداد والبنزين كده before I traveled to. تمام؟ before I traveled had to. خلي بالكم اقول لكم حاجه صغيره، had to مش past perfect، past simple. past simple had to كان يجب. past perfect كنا قلنا had been كانت ديت لو هي دي past perfect. بس انا باكد لكم ان past simple و past perfect احيانا بيتشابه، فما جابش دي ودي كان هيحيرنا بصراحه. number 13 the novels by Charles Dickens are read everywhere. الله الروايات was written ولا had been written؟ ركزوا معي. الروايات تشارلز ديكنز، طبعا تشارلز ديكنز ده تاني اعظم كاتب في الادب في الانجليزي ليترشر بعد شكسبير، يعني هو شكسبير توب بعد تشارلز ديكنز. يبقى هنا was written ولا had been written؟ الله البنت رانيا هي وانا لما اتضايقوا ما كتبوش ايه، قالوا written يا مستر written. طبعا انتوا فاكرين القصه بتاعت دياتي novels ها which where written novels which were written ثلاث كلمات which were written بختصرهم في كلمه واحده written يا تاتا واحد adjective the novels written by اشكركم ايوه حتى بتوضح لنا بنتنا مريم be careful this secret to anyone ايوه هذا السر must reveal reveal معناها يكشف لا طبعا خش الاخيره must be revealing لا انا عندي الاثنين اللي في النص هما اللي شغالين must be revealed و mustn't be revealed. الله حلو جميل شغل الجرامر مع المعنى. بدأنا أنا سيمون
هايدي كرم بسمله. ايه البنات فين الشباب؟ فين الشباب؟ مريم عمر فين الاولاد؟ منصورنا بس علي بتاع بيتنا اميره. طب احنا هنخش ليه من امير ونقول امير؟ اميره سلام كويس. منار فاروق ايوه. محمد ابو جواد تمام فعلا فعلا دي صح ودي صح بس المعنى المعنى يا بطرس برافو عليك بطرس ميلاد. محمد الشعبان اهو كانوا نايمين دول ولا ايه؟ Be careful, this secret mustn't be revealed. ما ينفعش يقول لك خلي بالك السر ده لازم يكشف. لا mustn't be revealed. طيب after I returned home I found that my room بعد ما روحت البيت وجدت ان اوضتي رتبت ولا رتبت اللي بدأنا بيها رتبت رتبت يبقى الباسف بتاعنا غير نوحي verb to be plus the be. فين verb to be plus the be؟ برافو الاثنين صح was tidied و had been tidied. طيب احنا قلنا قصة لذيذة زمان كان عندي many events in the past. ايوه ايوه الناس اشتغلت اهي احداث كتير تمت في الباست ان شاء الله لو 10 باخد the first action the first event the first verb and should be in the past perfect. يبقى فعلا ده صح لعلم حضراتكم was tidied صح 100% لكن اقوى منها had been tidied. اشكركم جميعا شكرا يا هاجر وبعدين هذا الامتحان. انا عم استوب شير اللي عنده اي سؤال تحت عمره يرفع ايده اللي عاوز يسال اي سؤال يتفضل يرفع ايده. رانيا رمضان اتفضلي يا رانيا بنت. معلش يا مستر ممكن تقول نمبر 2 في الجرامر تاني؟ نمبر 2 في الجرامر حاضر. مارينا انا مش عاوزه ايه عشان اخدكم انتوا الاثنين مع بعض ونطلع على يا مستر رقم 9 في الجرامر 2 و 9 2 and 9. حاضر نراجعهم مع بعض كده يا مستر. حاضر لا ما انا خلاص انا دخلت على الشير فرجعت 2 و 9. خلينا في اقرب حاجه what bad news يا لها من الاخبار السيئه. my friend's car had been stolen ولا has been stolen؟ الاثنين صح 100% خلي بالكم. يا لها من اخبار سيئه what bad news. بس انا خلي بالك يا مارينا بعتبر ان انا في المضارع هنا انا سامع الاخبار دياتي حالا. رقم 9 في الجرامر ليه ما خدناش had been stolen وخدنا has been stolen؟ حاضر انا بتكلم فيها. حاضر انا بتكلم فيها دلوقتي يا مارينا ركز معايا. انا حطيت المايك قدام بوجي بالظبط عشان يبدو ان عندك مشكله في السماعه بتاعتك. بص يا ستي الاثنين صح 100% يا مارينا بس بقول لك what bad news يا لها من اخبار سيئه انا لسه سامعها دلوقتي يا مارينا لسه سامع الاخبار دلوقتي ان عربي صديقي اتسرقت. يبقى had been ولا has been؟ الاثنين صح خلي بالك. فاكره لما قلنا من سنه اولى ومعلمكم معلم اختي كريستينا على الكلام ده ان ما بستخدمش يا مارينا الباست بيرفكت غير لما يكون عندي حدثين في الماضي. الاول يبقى باست بيرفكت زي الجمله الاخيره. انزلي الجمله الاخيره اهم ثلاث افعال found و returned رحنا واخدها ماضي ثاني. فما بخش الباست بيرفكت الا في حالتين. لو عندك كلمه باي افتكر السيشن الاولاني لما قلنا باي 10 كلوك يسترداي باي 10 كلوك يسترداي اي هاد فينيشد فاهمه؟ او كان عندي تتابع افعال او توالي افعال او اجل حاجه فعلا في الماضي يا مريم. لكن وات باد نيوز زي ما انت شايفه يا بنتي وات باد نيوز يا لها من اخبار سيئه بعتبرها بريزنت. يا لها من ايه الاخبار السيفت دي؟ ماي فريندز كار هاز بين ستول. لكن فكرتك صح فكرتك صح 100% لكن هاز بين ستول دي دقه. نروح رقم 2. شكرا يا مارينا انك انت ما اتكسفتيش وسالتي يا بنتي. having عاوزه ايه يا رانيا؟ يا مستر انا كنت فاكره مثلا حضرتك هتقول الاربع اختيارات غلط وبدل being هتبقى been مثلا على اساس ان دي having ودي passive. انت عاوزه been صح؟ been question. طيب انت لو فاكره كويس يا رانيا انا قلت لكم ده لونج مان حته عنده صنطوطه انا كتبتها بين لو فاكره ولو رجعت للتسجيل بتاع الفيديو هتلاقيها انا كتبت بين قبل question. قلت كده الجمله صح اهي دي الادق having been questioned having been questioned. برافو عليك انك لاحظت دي. برافو عليك يا رانيا. اي اسئله ثانيه يا ولاد؟ اي مستر اتفضلي يا مستر. رقم 15 في الكلمات ما فهمتهاش قوي من عينيا في الاختياري؟ اللي هي في الكلمات فوق في الكلمات؟ نعم فين؟ الكلمات؟ هي بتاعت ايوه بتاعت فيزيكس وكيمستري. يا هي صعبه جدا والله يا نور فعلا يا بنت. هو ايه العلم؟ اولا انا اريحك انا في الوحده الثامنه
لما اتكلمنا عن الراجل اللي ألف كده رواية ايه ها سبيس اوديسي، ده كان عالم فيزياء ورياضيات لو فاكرة. فأنا بيني ما بينك يعني كلمة المقارنة لنا الفيزيكس، وإنها في الكلمات حتى أنا هطلع لك بالكلمات فوق هنلاقي عندنا كلمة فيزيكس وفيزيست، ما يهمكيش أنت طبعاً. فيزيكس وفيزيست هي فيزيكس علم الفيزياء وده ناون، فيزيست عالم فيزياء، خلاص كده. فالكلمة المقررة عليها بيني ما بينك فيزيكس، بس أنا ما حبتش أروح مباشرة للكلمة ديت، لكن حبينا ندرسها مع بعض. ما هو العلم اللي بيتعامل مع تكوين المواد؟ هل علم الفيزياء ولا علم الجيولوجيا ولا البيولوجيا ولا الكيمياء؟ أنا قلت لك ساعتها احنا عندنا حد في علوم ولا ايه؟ مش عندنا حد مخاطب في علوم يا نور؟ لا. طيب الفيزياء علم الطبيعه بتكون من ايه؟ الكون ده بتكون من ايه؟ الارض بتكون من ايه؟ الذره يعني الذره والنواه والبروتون والنيوترون والحاجات دي كلها في الفيزياء ولا في الكيمياء؟ دي كيمياء. لا في الفيزياء، تفاعلاتها مع بعضها يبقى كيمياء. انا مش خبير بس انا بقدر اجزم يعني ان تفاعلاتها مع بعضها هي دي الكيمياء، واخد بالك؟ لكن النيوترون والفوتون والحاجات كلها دي علم الفيزياء، تفاعلاتهم مع بعضها يبقى كيمياء، واخد بالك؟ لا ما تقوليش او بس هي، لان برضو انا برضو اقنعتك من الاول ان هي الكلمه اللي موجوده في الوحده التامه، لان هو فعلا سرعه انا عامل لك ثلاث نجوم يعني عامل لك ثلاث نجوم ونسيت ادي الشماء دي خمس نجوم لان جاوبته برضه مسكت وفلسه، لان هتتعرض لاسئله زي كده في الامتحان تحس ان الاربعه صح. وانا معودكم من السنه الاولى سنه تشوز ذا كوريكت اور ذا بيست انسر، ذا بيست انسر نوت ذا كوريكت. اشكرك نور، حلوه الصوره اللي حطها لنا دي. اي سؤال ثاني يا اولادي؟ اي سؤال ثاني يا اولادي بناتي؟ تحت امركم. اي سؤال تاني تحت امركم؟ اي سؤال تاني تحت امركم؟ الجزئيه الثالثه او الوحده الثالثه، حد عنده اسئله او استفسارات قبل نبدا في بارت 3؟ حد عنده استفسارات قبل نبدا في بارت 3؟ vocabulary exercises. Most people love their mobile phones. معظم الناس بيحبوا الموبايلات بتاعتهم. خلاص الناس حوالينا هنا الضيوف كلهم قاعدين يلعبوا في موبايلات. But some people worry about the effect. هنتكلم عن موضوع of mobile phone symbols, signs, signals, marks. طبعا كلنا بنخاف من السيجنالز. السيجنال يقول لك ما فيش سيجنال اشاره. ساين قلنا الدور اللي فات وخرجنا عليها الكلمه دي يا اولاد ثانيه افطى على الامل، لكن سيجنالز اشارات. دكتورز ثينك ذات سموكينج كان ا لوت اوف دامج تو اور هيلث. طبعا الحفظ دو وميك لما اديتكم البريك، دو دامج ولا ميك دامج؟ تركيبه معروفه دو دامج تو، دو دامج تو. Children should the amount of time they spend using mobiles. الأطفال يجب أن هم limit ولا maximize ولا level ولا increase؟ طبعا limit. maximize دي لو هي minimize تبقى دق، وده لكم انتوا لنا كلنا، كلنا should minimize أو limit. لازم نحدد the amount of time they spend using mobile phones للأضرار على long run، لها إثار على المخ وعلى العينين وعلى الإيدين وبتعمل جفاف في الله، وحتى الكمبيوتر واللي انتوا بتفرج عليه والموبايل وكده. حاول ترمش كتير او ترمش كتير زي ما انا بعمل كده كل شويه عشان عينيك يبقى فيها الزيت بتاعها عشان ما تعرفش، لان هي ما بتتاثرش بعد بين يوم وليله لا. فلازم تحد من وقتك على سماعات الموبايل قدر المستطاع. هشام سامر كلام ليك يا زهره. طيب وي شود جيت شيلدرن تو ران، نفتكر مع بعض جيت شيلدرن تو ران فاكرين؟ لكن لو هاف شيلدرن سوري get children to tear، لكن لو have children tear. Anyway لازم نخلي الاطفال بتوعتنا يطفوا ايه their mobile phone when they go to sleep. طبعا tear off مش عاوز كلام، ودي نصيحه ليا وليكم كلكم، ما حبكتش ساعتين النوم اطفي الموبايل، ما تطفوهوش، اعملوا على الطيران او حطوا بره في الصاله ونام لو سمحت. دي نصيحه لينا كلنا tear off، او حتى هو قال لك or to put them in a different room، مش حط في اوضه ثانيه وحط اوضه اخواتك، لا يا باشا حطه بعيد عن الناس كلها.
Although mobile phone signals اللي احنا جربناها for a week بالرغم من اشارات ضعيفة, the signals sent from mobile phones are much stronger. الموبايل نفسه الاشارة ضعيفة, لكن اللي بتتبعت منين؟ طبعا من الماست اللي هو البرج بتاع الموبايل اسمه ماست. زمان كان اسمه شراع السفينة او مش شراع, صارية السفينة اسمها ماست. حديثا هو الابراج اللي بتتحط في البيوت. Radio waves can easily through our bodies. الموجات اللاسلكية كلها بتاعت الموبايلات وبتاعت التلفزيون والراديو والكله. طبعا lift, leave, take, pass. طبعا pass كلها بتعدي بتمر في أجزاء أجسامنا. A is a small machine that is put inside someone's heart to help. أيوة هنفتح الشات ونشوف هنعمل ايه. افتحوا الشات يا ولدي. Pacemaker, stethoscope, telescope, tube. شوف اول واحد هيبعت مين. اول واحد تمام شيماء, مريم عمر, بسمله, روعه, انا سيمون, هدره, رايه هدره, شيماء, احمد شعبان, روعه. طيب التكنيك احنا عارفينه اولاد اللي هو الحذف. خليكم معايا. ايه عباره عن اله صغيره بتتحط جوه جسم المريض عشان تساعده ان هو بيت ريجولرلي. ستيثوسكوب احفظوها من دلوقتي ان شاء الله لو تبقوا دكاتره. دي السماعه دكتور, بس ما بيقولهاش ستيثوسكوب, الدكاتره بيقولوها ستيث. ستيثوسكوب سماعه دكتور. تيليسكوب انتوا عارفين تيليسكوب. تيوب دي انبوبه, انبوبه اختبار, انبوبه كذا. لكن بيس ميكر, بيس ميكر والله انا مش عارف معناها ايه بالعربي عشان بصيح معاكم. حد يعرف معناها بالعربي؟ باللغه العربيه بتساعد القلب زي زي حاطين ايه في القلب, شريحه او بيسموها دعامه. دعامه. شكرا شكرا يا هاجر شكرا. او استرا. ايوه هم بيسموها كده منظومه حاجه كده يعني في الطب اسمها بيس ميكر زي الاسرى وزي الدعامه, لكن هو جهاز فعلا تنظيم ضربات القلب اسمه بيس ميكر. يمكن الكلمه دي ما عدتش علينا مكتوبه على خفيف كده في حته في المنهج, لكن انت بالحذف هتيجي معاك برضه عشان لو تواجهنا المشكله زي كده. Scientists believe that we should have mobile phones. شايفين have؟ طالما have يبقى بعد المفعول به الغير عاقل يبقى عاوزين تصريف تاد. ابن عم الباسف ده يا ولاد. طب ما الاربعه باسف يا مستر. لا ما هو المعنى هنا ولاد, احنا كلمات instilled, installed, insisted, remained. طبعا بكل بساطه زي ما انت اخترتوها installed يركب. لما بنركب جهاز او بنثبت جهاز install. حتى installation اللي بتعملوها لما بتثبت برنامج على الكمبيوتر. The plane should reach its, شايفها شماء, reach its by 9 PM. Purpose, aim, situation, destination. واضحة جدا 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 انها destination. اشكركم. Scientists usually experiments on animals to develop new drugs. طبعا ايه هي do experiment. Do experiment. ما فيش do يا سيدي. يلا ادوني اجاباتكم كده. ما فيش do experiment. احنا دو ميك لو حفظناهم هتلاقي دو اكسبيرمنت اول واحده على الشمال. دو اكسبيرمنت مفيش دو. اول واحده ياسمين مجدي. دو اكسبيرمنت. الله عليك يا نور يا محسن. دو اكسبيرمنت. تمام تمام. بص ياسمين تخبت كاري, لكن زمانك بعد كده كانوا اكثر تركيزا منك وقالوا كاري احمل. كاري اوت ينفذ. كاري اوت اكسبيرمنت ينفذ. فخلي بالك برضو من السرعه لازم تبقى فيها دقه. اشكرك ياسمين واشكركم جميعا. The car mustn't be parked here. العربية لا يجب أن تركن هنا. As the police will have it. تصريف ثالث. كل تصريف ثالث. Stopped, stepped, removed, improved. طبعا ايه؟ Removed. Removed. Children grow fast and a lot of weight in their teenage years. بيزدادوا في الوزن. Beat ولا earn ولا win ولا gain. احنا قلنا gain أشياء معنوية. معلومات أو كده. إلا الويت. تاخد جين ويت يا سيدي عادي خالص. جين ويت والعربية لما تدوس بنزين جين سبيد. يبقى في جين ويت وفي جين سبيد. Trees take in carbon dioxide and the oxygen. الأشجار take in carbon dioxide اللي هو بتاعنا احنا مطلعينه and the oxygen store, absorb, release, relax. طبعا release يطلق تحرر. الأشجار بتطلع لنا الأكسجين. I'm eager to know. يعني أنا
يعني I'm eager, أنا متلهف. I'm eager to know the of the exam to make sure I have passed. Solution, result, conclusion, cause. طبعا واضحة جدا جدا إن هي result. شكركم. Is a disease in which cells in your body grow in a way that is not normal. يعني ده أربع أمراض تحت. Cancer بعد شرع الناس كلها. Diabetes, headache, stomach. ده مرض in which cells in your body grow in a way that is not normal. مش طبيعي. طبعا 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 محمد شعبان. تمام. كانسر خلايا السرطانية. كانسر السرطان. كانسيريا السرطان. طيب. دخل سوسنة. جاء متأخرة سوسنة يا مريت. تقول لها بعد كده تحضر معنا السيشن بتاع الساعة 4 أو الساعة 10 بالليل. أنا شبه خلصت. My car was repaired. نخش على الباس الكازف. هنبدأ الخناقة الأولانية. My car was repaired. أظن ده بس. سيارتي صلحت. أهي. Was repaired. This means that I لما حد جاوب دلوقتي حاضر ثواني بس I had my car repaired ولا I had to repair my car ولا I had repaired my car ولا I will have to repair my car. أنا مستبعد دي خالص. أنا محتار بين A و B و C. يلا كده نتخانق مع بعض شوية يا أولاد ونشوف نوصل لإيه. جملة حساسة خالص. روعة يا هدرة أميرة مارينا أنا شماء. تمام 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 معناها I had my car repaired. طيب بص يا سيدي دي أفضل منها دي. We usually our food made as we are busy studying. إحنا بنذاكر فأنت بتخلي ماما تعمل لك الأكل بقى. We usually cause have do make. أيوة شماء تمام روعة. We usually have. قصة عبارة عن have أو get. Have أو get. بعدها our food اللي هو الغير عاقل. بعدها التصريف التالت. التصريف التالت. يبقى we usually have our food made as we are busy studying. My car engine doesn't start. المحرك مش راضي يشتغل. I will pay a mechanic to check it. I will a mechanic to check. خلي بالك هنا فيه تو. أصل في اتنين ينفعوا هنا. Have a look at. Have a look at. تمام يا رانيا. فعلا عشان تو يبقى لازم get. أيوة. لو ما فيش تو يبقى I'll have a mechanic to check it. لكن I get a mechanic to check it. سمع لنا واتفرج على اليوتيوب الفيديو. واضح جدا الشرح فيها في الحتة دي. We won't paint our house ourselves. احنا مش هندهن بيتنا بنفسنا. احنا مش هندهن بنفسنا. أمال ايه؟ By a clever painter. تمام يا ياسمين. We will have it painted. Have مفعول به تصريف ثالث. Have بس في أي زمن طبعا يخطر على بالك في نفي وإثبات. تصريف مفعول به تصريف ثالث. هنكلف حد بندهنه لنا. تمام يا شماء مدينة. I'm going يا محمد to get my hair. سيبك من الكلام ده كله هنا. Get my hair. يبقى عاوز تصريف ثالث. يبقى تنفع الثالثة والرابعة. بصوا lengthened وshortened. lengthened وshortened. اتنين صح. lengthened صح وshortened صح. الاتنين 100% صح. أيوة ليه؟ قالك it's very long. it's very long. شعر طويل. تمام؟ لا مش أنا ده حضراتكم. يبقى I'm going to get my hair shortened. تمام؟ أنا هقصر الشعر شوية عشان هو طويل شوية. Are you going to have your shoes polished? هو أنت هتخلي حد يلمع لك الحذاء بتاعك؟ Have your shoes polished? Have مفعول به تصريف ثالث؟ No. I will إيه؟ الإجابات؟ الله برافو عليكم. أنا بستغرب اللي خد دي. أقول له لا والله I will have them polished. لا 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 لا. I will polish them myself. I will polish them. خلي بقى الجملة الأولى بيسألك Are you going to have your shoes polished؟ يعني أنت تروح عند الراجل لما لك الحذاء بتاعك؟ No, I will polish them myself. أنا لمحهم بنفسي. برافو ياسمين أنت وليفيا وهاي.
I will polish them myself. ازاي اقول له نو اي ويل هاف ذم بولشد الاخيره عشان نفكر في دي. لا والله انا خرج لمحم after I at خلي بالك معايا at نصر كار سيرفيس تمام وهنا ناون خدمه النصر للسيارات I drove to راس البر يلا after يبقى عاوز ماضي تام السؤال بتاع كمالين اهو after تنفع الاولى هات سيرفيس صح هات هاد ماي كار سيرفيس صح الثالثه والرابعه مش حلوين طب ليه ما خدناش هات سيرفيس الاولانيه ليه ما خدناش after I had serviced سيرفيس احنا اتفقنا الفعل ده معناه يعمل صيانه العربيه فهروح اعمل صيانه العربيه ات النصر كار سيرفيس في شركه نصر الصيانه يعني اقول لهم والله عندكم بس انا جاي اخش العربيه وادوني بس افتح كذا لا انا بسلمها لهم وبمشي يبقى هم بيقوموا بالمهمه من ايدي يا حبيبه يبقى صح يا نودا after I had had my car serviced يبقى الماضي التام هنا ينفع الاولى والثانيه بس عشان ده كوزيتيف فالماضي الثانيه افضل بكتير Never have your homework. And have how? والمفعول به. نبدأ. Never have your homework. يبقى التصريف بتاعت على طول. Never have your homework done. ما تخليش حد يعملك الهومورك بتاعك. Do it yourself. Do it yourself. أشكرك. إيه an air conditioner installed in your room. It is terribly hot there. Let ولا take ولا have ولا had. اولا يا سيدي الامر في اللغه الانجليزيه عباره عن مصدر عباره عن مصدر فتنفع الاولى والثانيه والثالثه اشكركم اشكركم هاف لو انت صعب عليك دي انا هقول لك حاجه حلوه لو صعب عليك ديتي عشان الامر مش متعودين عليه ابدا بيو شود ابدا بكده يو شود يو شود هاف ان اير كونديشنر انستولد ان يور روم فيري جود روعه يا ولاد طيب نمبر 10 I had my computer fixed this means that خلاص واضحة جدا I had my computer fixed يبقى معناها ايه it wasn't fixed no one fixed it لا طبعا someone زي ما حالكم اخترته very good hugger someone fixed it for me someone fixed it for me have you ركز معايا the main road in your town paved بصوا انا اريحكم دي هخلي اخوك بتاعتين ابتدائي يختارها لك هاف وهاز وهاد بعدهم ايه يا ولادي باست بارتيسيبل بس خلصنا ايه رايكم ابسط من العمق اللي انتوا بتفكروا فيه خلاص لان لما تيجي تجاوب لما تيجي تجاوب هتقول ايه يس معنى الجمله مش حلوه للدرجه يعني اي هاف هاد يس اي هاف هاد ذا مين رود ان ماي تاون بيفت يعني انا خليت حد مهد يعني مش انا اللي بالمهد وانا خليت حد مهد الدوله اللي بتصف الطرق لكن اهو I have had ما ينفعش اصلا اي شيء الا had او got طبعا يبقى have you had the main road in your town paved I am a my car serviced now I'm making I'm getting I'm allowing I'm allowed very good شيماء I am getting ما جابش حتى I'm having ما جابش I'm having لا I am getting very good Number 13. When I was a child, I was too young to do. فكنت تو كنت صغير خلاص ما قدرش اعمل كده. I was too young to do so. I used to وهنا سواء القاعده بتاعت ايه العب الهابت في الباست. I used to have my room tidied. I used to tidy my room. تمام؟ I tidied my room. I have tidied my room. روعة يا أولاد I used to have يعني فيها كمية قواعد هنا بصراحة رجعت لنا 3 sessions كلهم أول حاجة When I was young I used to عادة في الماضي وهنا have my room tidied اللي هي have to اللي هو الكوازيتيف خلت مامتك بترتب لك أوضتك والقاعدة الثانية I was too young to do so Be careful You have a technician ticket حلو جميل ديك استنى تمام الحمد لله على السلامه وبتحضر معانا ان شاء الله بالليل الساعه 4 هايدي هاجر تمام برافو عليكم بي كيرفول يو نيد تو زي يو ماست زي يو شود هاف ذس ماشين تشيكت يعني ما تتفلسفش زي فلسفتنا احنا المصريين بتعملها بنفسك لا
احنا دايما بنعمل احنا كلنا ميكانيكيه وكهربائيه ونجارين وكل لا 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 you need to have this machine checked have a technician خلي التكنيشن الفني check it for you برافو عليك طيب مشكله تطلع الصوره دي اخر جمله ولادي have you had your room decorated have you had هل انت خليت حد يزين لك الاوضه بتاعتك او يدهنها لك او كده no I am myself ماشي يا سوزان انا شفتك لسه داخل ماشي بابا I decorated it myself thank you I decorated it myself great بصراحه المستوى بدا يرتفع جامد وانا مطمن عليكم ان اخطاء جالت خلص يا ولادي